ده عمرو عبد السلام، يحيى نبيل، وعصام صلاح، وخالد الغندور، وتامر النحاس، وبيغيب سامي الشيشيني واخد انذارين، وعفت نصار واشرف قاسم للاصابه. واوت للنادي الاولمبي، يلعبها على طول هيثم فاروق، محمد ابراهيم، وفاول على مدحت عبد الهادي. ادي لعبه على طول بعرض الملعب، وخد وهات ومعتمد، انما مخطوفه وخطر. برافو حسين يا سيد، يا خبر ابيض، حسين بينقذ. والمباراه باديه سريعه من الفريقين، واسماعيل يوسف على طول بيحاول لنادي الزمالك. اسماعيل على طول، حازم امام، ومعاه هيثم فاروق، يعدي حازم ويلعب كره حلوه لمحمد صبري. هو جول، هو جول صبري بيلعبها، وجول، جول محمد صبري بعد حوالي 8 دقائق، 1-0. لعبه مرتده سريعه من اسماعيل يوسف اهي لحازم، يحطها حلوه لمحمد صبري. يا خبر ابيض على الكوره، شفتوا اللعبه من كوره، هجمه خطر للنادي الاولمبي. اهو بيدهن المخرج الزميل عادل هلال، ومعاه الزملاء احمد عاشور وجمال علي وعصام عقيل. عدولنا اللعبه الجميله اللي فاتت، 1-0. المباراه باديه، بقول لحضراتكم تشيري على طول لاسماعيل يوسف، ويلعبها اسماعيل لمحمد صبري، وصبري بيلعبها لحازم وحلوه، انما هشام ابو الحسن على طول يمسك على طول. سعد الصاوي، وسعد شاط وجامده، انما يمسكها على طول حسين السيد. منابيه تاني لاوتشيري، بيفكر يشوط انما غير رايه، وبرجله اليمين وجامده، حلوه والله من اوتشيري. اسلام الشاطر، بترجع ورا لسعد الصاوي، وعايز يعدي، وعدى فعلا سعد، وخطر وخطر، ولم تاني، ولعبها بعرض الملعب، وخطر، يا خبر ابيض، وتعدي من فوق دماغ محمد ابراهيم، وتاني توصل على طول لمكي. ماشي مكي، ويسيبها لمحمد ابراهيم. محمد ابراهيم، وعلى طول بيطلع له وليد، ونقل خطر ناحية اسلام الشاطر في الشمال، وتصليحة وخطر عند مكي، ويقدر يشوط، هوبا، يا خبر ابيض. ادي لعبة على طول من النادي الاولمبي، اسلام الشاطر، لما ترجع لأوتشيري وبيعلقها، عايز يسقطها أوتشيري، فكرتها ذكاء ملعب، وبيبقى لماح طبعا مجهز هيعمل ايه، بتبقى حاجه جميله قوي. ادي لعبه على طول للنادي الاولمبي، واوفر عكسي، ومكي بدماغه، انما بيطلع على طول اسلام، ويتاخر، وهوبا، يا خبر ابيض، فرصه كبيره بتروح من ايهاب جابر. وادي لعبه على طول، وطالع حسين السيد، وتقع، وهوبا، وتاني حسين بيمسك. محمد صبري، وصبري بيركنها على طول وبيلفها، وخطر، وتاني النادي الاولمبي يحاول، وهوبا، وجول، جول، واحد واحد، كرة مفاجأة، كرة مفاجأة وجميلة، بعد حوالي 41 دقيقة تقريبا، جونين من الفرقتين. ادي لعبه لنادي الزمالك، اسامه نبيل وبيفكر يشوط، انما عاليه، ضربه مرمى محمد صبري، وصبري بيلعب كره بعرض الملعب، ترجع من هيثم، وتاني اسماعيل بيحاول، انما ضربه مرمى للنادي الاولمبي. لما بيلعب لعيب خبره، وبينتهي فعلا الشوط الاول، والنتيجه التعادل 1-1 بين نادي الاولمبي ونادي الزمالك. واحد جنبي هنا بيقول لي يا كابتن، الكابتن سيد محمود، مش الكابتن سيد محمود الحكم السكندري الدولي، ده ناشئ من ناشئ النادي. لعبه على طول تاني سيد محمود، اهو بيلعبها، بيخلصها لنفسه ايهاب جابر، يا خبر ابيض، خلصها ايهاب جابر، عطيه بعرض الملعب، اسامه يوسف على طول، انما بيطلع تاني اسامه نبيل، وسعد الصاوي بيفكر يشوطه جامده، انما في ايد حسين السيد، اهو حسين اهو على طول يلعبها محمد ابراهيم لخميس جعفر اللي بيشوط من بعيد، انما بره وعاليه، تبقى ترجع على طول من مؤمن سليمان، ويمشي مؤمن، يمشي مؤمن، ومعدي ومعدي ومعدي، وخطر،
خطر 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 وبيلعبها لبرا لمحمد صبري وهوبا، انما بيطلع على طول اسلام الشاطر بره الملعب. محاولات من نادي الزمالك ولعبه فعلا بيبدا محمد صبري لمدحت عبد الهادي وبالعرض ومخطوفه من حازم انما ضعيف. الخطوات مع الكاس ومك تاني وبيلعبها ايهاب جابر انما صفاره اوف سايد لمؤمن وعايز يعدي مؤمن وعدى انما بيطول وبره الملعب قوي. على طول لنادي الزمالك اسماعيل يوسف وبيتحرك له تشيري ورايا وصفاره اوف سايد اهو. ان احنا يعني كل فرقنا ناكد للاعبتنا على انها تنافس شريف ولازم نحافظ على بعض. وادي لعبه لنادي الزمالك حازم امام ويبدا على طول لمحمد صبري وماشي صبري ماشي ولعبه بارض الملعب يا خبر ابيض. وتاني نادي الزمالك بيبدا واسامه نبيه وبيلعبها وعاليه. ادي لعبه على طول بترجع من مدحت عبد الهادي وتشيري انما يجري خالد الغندور ومعاه السيد محمود ياخدها خالد الغندور وخالد بيلفها لاوتشيري وجول جول جول. خالد الغندور يلعب كره حلوه لاوتشيري يركنها ويزحلقها بدماغه على طول بظهر دماغه جول بعد حوالي 27 دقيقه. اهي اللعبه اهي فيها ذكاء واوتشيري والله برضو كمل وهشام ابو الحسن طالع من جوله يركنها اوتشيري جول وماشي مؤمن ويعدي ويعدي مؤمن وماشي واسامه نبيب يخطفها جنب القايب الشمال تبقى ضربه مرمى للنادي الاولمبي. وتاني بيطلع مدحت عبد الهادي وجامده وبيجري حازم امام ويخطفها بشماله انما عاليه. جمال وماشي معتمد ونقله في الشمال عند مؤمن ويخلصها مؤمن سليمان وترقيصه تاني هو الجول وهو الجول يا خبر ابيض. وبيطلع على طول سعد الصاول. وادي لعبه لاوتشيري ومش اوف سايد ويلم اوتشيري انما تطول ويقطع على طول. نبيل محمود لمعتمد وبيصفر الحكم كابتن حسن علي عشان تنتهي المباراة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.